والصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وقائد مسيرتنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نحن في هذا الشهر الذي أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نكون ضيوفا عليه، وقد أكرمنا بهذا الموسم العبادي، هذا الموسم الذي يراد منه أن نتزود بالتقوى، أن نتزود بالإخلاص، أن نتزود بالعمل الصالح، أن ننقي نفوسنا وقلوبنا، وأن نكون ممن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم. وهي نعمة ما بعدها نعمة، وهي كرامة من الله سبحانه وتعالى، حيث هدانا إلى الإيمان وهدانا إلى العمل الصالح والالتزام بما أراد الله سبحانه وتعالى منا. في خطبة الرسول في استقبال شهر رمضان، حيث يقول: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيام هذا الشهر وتلاوة آياته. إذن شرط أو من شروط الاستفادة القصوى من بركات هذا الشهر وعطاءات هذا الشهر هو أن فعلا نتوفر على القلوب الطاهرة. وهذا الشهر المبارك لربما هو الفرصة الحقيقية كي نراجع أنفسنا، كي ندقق في قلوبنا. هذا القلب الذي نحتويه، هذا الجوهر الذي يعتبر أساس العمل، الذي يعتبر أساس القبول عند الله سبحانه وتعالى، إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو هذا القلب السليم؟ ما هو هذا القلب الطاهر؟ هل هو القلب النقي؟ هل هو القلب الذي يخشع؟ هل هو القلب الذي يكون لينا؟ أم هو القلب القاسي؟ أم هو القلب الجاف؟ أم هو القلب البعيد عن الله سبحانه وتعالى؟ من المؤكد أنه خلال هذه السنة ونتيجة أعمالنا، نتيجة حركتنا في الحياة، اختلاطنا إلى آخره، لا بد أن يصيب هذا القلب شيء ما أو أشياء، فلا بد أن ننقي هذه القلوب. أخواني وأخواتي، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المحكم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فربما تقسو هذه القلوب من خلال الفترة الطويلة التي تمر على هذا الإنسان، لربما نغفل عن ذكر الله الذكر الحقيقي، ولربما نغفل عن أن ننقي هذه القلوب خلال هذه السنة. فهذه هي الفرصة أخواني وأخواتي. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول في كتابه الحكيم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهكذا أخواني، لا بد وأن نتزود بالإيمان من خلال أن نفتح هذه القلوب، أن ننقي هذه القلوب. ورد في الكافي فيما ناجى الله عز وجل به موسى عليه السلام: يا موسى لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك، والقاسي القلب مني بعيد. ما يقسي القلب أخواني هو طول الأمل، أنه الإنسان قد يتصور أنه باق لسنوات وسنوات، وعلى الإنسان دائما أن يراجع نفسه وأن يستحضر من كان معنا ومن غادر هذه الحياة. إنما نحن في رحلة ولا بد وأن ننزل منها، في فاص، في حافلة لا بد وأن ننزل منها. هذه هي سنة الحياة، أناس يصعدون وأناس يترجلون. أيضا مما يقسي القلب أخواني، علينا أن نلتفت إلى ذلك، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. الإنسان المؤمن قد
يغفل عن أن بعض هذه الذنوب هي ذنوب بسيطة ولا تؤثر، والله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على بعض هذه الصغائر هذا اللمم، وإنما الله يحاسب على الجرائم الكبرى، على القتل، على السرقة، على الغيبة، على الإرهاب، على 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 إلى آخره. ولكن في الحقيقة الإنسان المؤمن يتجنب حتى هذه الصغائر، ولربما إذا استهان بالذنوب الصغيرة أصبحت من الكبائر. أيضا مما يجعل هذا القلب قلبا قاسيا، قلبا لا يتأثر بآيات الله، لا يخشع لذكر الله، لا تلين هذه القلوب ولا تدمع هذه العيون، هو كثرة الكلام بغير ذكر الله، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، إن أبعد الناس من الله القلب القاسي. الكلام بغير ذكر الله إخواني هو أنه الإنسان يلهو، هو أنه الإنسان يعني يستغرق في بعض المسائل التي تبعده عن رضا الله سبحانه وتعالى، وشوف أنه حتى ما يذكر رب العالمين، ما يذكر ما هو واجب وما هو لربما يفترض أن يعمله، وخصوصا الأجواء واختيار الصديق وما أشبه ذلك. علينا أن نختار الأصدقاء الذين دائما يذكروننا بالله سبحانه وتعالى. أيضا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. يعني هذا الإنسان الذي يتهاون ما عنده شغل مثلا، ما عنده التزامات حقيقية، ويتهاون في حضور صلاة الجمعة، والله مسافة، والله كذا، خلي أشوف فلان، خلي أتابع كذا بعض المباريات إلى آخره، لكنه يخسر قيمة كبرى ويخسر فرصة كبيرة في أن ينقي قلبه، في أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وصلاة الجمعة أخواني من لربما الفرائض المهمة التي من خلالها تربى المسلمون الأوائل على طاعة الله، على التقوى، وحملوا هم الرسالة إلى العالم وفتحوا العالم على الإسلام. وأيضا نقرأ في حديث آخر عن لسان عيسى المسيح عليه السلام قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب. ربما عندنا مشكلة أيضا تخلي قلوبنا تقسو، لأنه ننظر إلى الآخرين، إحنا الحمد لله نمتلك ما شاء الله عيون تشخص عيوب الآخرين، لكن لربما نكون غير واعين أو لا ننظر إلى عيوبنا. لا تنظروا إلى عيوب العباد أو إلى ذنوب العباد كأنكم أرباب، يعني الرؤية من فوق كأنه الإنسان ما يتأثر، كأنه والله هو محصن، هو معصوم، ولكن الآخر غير معصوم. وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. العبد الذي يخشى سيده، الذي يخشى العقوبة الآنية، لابد أن ننظر إلى ذنوبنا وإلى أخطائنا وإلى نواقصنا بهذه النظرة كأننا عبيد. والناس رجلان، مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. نحن إن شاء الله من أهل النعم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على العافية وعلى ما أعطانا الله سبحانه وتعالى من نعمه الكبيرة، خصوصا هذه الرحمة أن نتقرب إلى الله بطاعته، وأن دائما نحضر هذه الصلوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من ابتلاهم، سواء كان في صحته، سواء كان في ولده، في ماله، وما إلى ذلك. إذن أخواني، هذا الخشوع الذي يفترض أن نتوفر عليه، هذا القلب الذي لا بد وأن يكون قلبا لينا، هذه الفرصة، فرصة شهر رمضان المبارك، أن نراجع أنفسنا، أن نتأمل ماذا في هذا القلب، هل يحمل الحب، هل يحمل الكره، هل يحمل البغض لفلان لأنه آذاني بكلمة مثلا، بموقف وما أشبه ذلك، هل فيه الرياء، حب الظهور، هل فيه
التواضع، هل فيه الزهد، هل فيه الصبر، هل فيه الرغبة إلى طاعة الله، إلى العمل الصالح والاستكثار من العمل الصالح. أكثروا أخواني من هذا العمل، العمل المبارك والعمل الصالح. الإنسان إذا تربى ورضى نفسه على أن يستزيد دائما لا بد وأن يستمر طول حياته في هذه الممارسات. ولا بد أن نذكر أنفسنا دائما وقلوبنا، أن نذكرها دائما بأننا سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أين الأموال؟ أين البنون؟ أين الجاه؟ أين الشهرة؟ أين هذه العلامات التي توضع فلان الفلاني وفلان الفلاني، سواء كان عالما دكتوراه ما أشبه ذلك؟ عند الله سبحانه وتعالى ستكون في ميزان واحد، لا فرق بين الإنسان الفقير وبين الإنسان الغني، بين من يحمل هذه الشهادات وبين من لا يحملها. أيضا أخواني، لربما مما ورد في الحديث عن لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. هذه الأرض التي تراها جافة وإذا بها وهي يابسة صفراء، وإذا بها تخضر بسبب هذا الماء الذي ينزل عليها من السماء، كذلك كلمات الحكمة يأخذها الإنسان من العالم، يأخذها الإنسان ممن يحمل المعرفة والحكمة والتقوى وما يؤدي ويقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أخيرا أخواني، ما يقوله الإمام علي عليه السلام من وصيته لابنه الحسن عليه السلام: أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة. هذه الكلمات أيضا تشير إلى أهمية أنه دائما نحيي هذا القلب. القلب يصاب بالتكلس، يصاب بكثير من الأمراض، فمثل ما احنا نحافظ على جسدنا من المرض، ومرض الجسد أخواني لربما لا يؤثر إلا في هذه الحياة الدنيا، أما مرض القلوب فإنه يؤثر في الدنيا وفي الآخرة ويجعلنا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي نحتاج فيه إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا ينجينا من عذابه وسخطه إلا أن نتقرب إلى الله بهذه القلوب الطاهرة التي جعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شرطاً في قبول الدعاء وفي التوفيق لصيام شهر رمضان وتلاوة آياته والانفتاح عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القلوب الطاهرة، القلوب اللينة، القلوب الخاشعة، القلوب السليمة التي نأتي بها إلى ربنا في يوم القيامة إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونسأله سبحانه وتعالى يصلي على خير خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلى بضعة الرسول الزهراء البتول عليه السلام، وعلى سبقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة عليهما السلام، وعلى أمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه إنه سميع مجيب. إخواني وأحبتي في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يوفق في هذا الشهر المبارك لطاعاته ولمغفرته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتوفر على الورع. فعندما سئل رسول الله من أمير المؤمنين سلام الله عليه
حيث قال ما أفضل الأعمال في هذا الشهر قال الورع عن محارم الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهذا العمل ولهذه الصفة المباركة ألا وهي صفة الورع. Brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is the great season of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. It is the month that Allah subhanahu wa ta'ala chose for his servant to be the guests, the honored guests, by worshipping him, by fasting, by recitation of Quran with opened hearts. These hearts that we need always to make it soft and to make it vivid, to accept what Allah subhanahu wa ta'ala always saying and telling us to do. And as you know, brothers and sisters, that fasting is not just by, you know, being restrained from certain things. But the most important thing is to make all our like limbs fast too. It is our ears, our ears, our tongues, our eyes. And this is very obvious and this is very, very important. And this great chance that Allah subhanahu wa ta'ala gave us of the month of Ramadan, in one narration, to tell us about the real value of this month. It is when the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, لو يعلم العبد ما في رمضان لود أن يكون رمضان السنة. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if the servant was to comprehend, the worth of Ramadan, he would wish that Ramadan lasted the whole year. So it is telling us about the importance of these days, these nights, and these hours that we have in this great month. Brothers and sisters, as you know, that many times we do things as it is a routine. We come to our salat as it is a routine. It is something that we have to do. We fast because it is an obligation that we have to do. We recite Quran because maybe it became a habit, all right? But it doesn't have any value. I am just reciting Quran by my tongue. There is nothing behind it. And these are the real problems that we have. Why we don't see any changes in our lives? Why we don't see any changes in our behaviors? Why we don't see any changes in our hearts? Because we do things without any comprehension. We do things as routine. And this is one of the big mistakes. And this is one of the big, let's say, errors that we are committing. Why? Because it is not going to affect our characteristics. That's why, brothers and sisters, we need at the beginning of the month of Ramadan to sit and try to investigate our souls, investigate our hearts, investigate our deeds, our saying, our relationship. What is the most strong relationship that I have? Do I have the real, strong, profound relationship with Allah subhanahu wa ta'ala? Or it is with someone else? Do really I pay attention to what Allah subhanahu wa ta'ala wants from me, or for somewhere else? Why I'm not feeling this kind of, let's say, tenderness or being soft when I listen to the Quran? Why I don't feel this kind of humbleness when I recite dua? So it's because of my heart. My heart was hardened because of this year, committing sins, talking without, you know, paying attention if it is pleased Allah subhanahu wa ta'ala or it is not. So all these will make my heart hardened. So what do I need? What do I need really? This is the great month
that Allah subhanahu wa ta'ala chose for us to be very close to Him, to improve ourselves, to change our behaviors. So why I am not taking this opportunity seriously? What is the mistake? Because I'm living in the West? No. Because I'm not coming to the mosque? Maybe this is yes. Because maybe I'm not paying enough attention to some of the sermons? Maybe yes. Because I'm committing some sins? Yes. All of that will affect our souls and will affect our hearts and will make us very far away from Allah subhanahu wa ta'ala. Let me just recite some of the narrations that narrated by Ma'sumeen, our infallibles, talking about this concept that we have in our lives. It is the heart that will make us, you know, far away from Allah subhanahu wa ta'ala. It is narrated by Imam Ali alayhi salam and said, إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ وَبَصَرُ عَمَى أَفْئِدَتِكُمْ وَشِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ وَصَلَاحُ فَسَادِ صُدُورِكُمْ وَطُهُورُ دَنَسِ أَنْفُسِكُمْ وَجَلَاءُ عَشَاءَ غِشَاءَ أَبْصَارِكُمْ. Imam Ali alayhi salam said, verily, God awareness means taqwa, means al-wara, and this is the real goal from this whole month of fasting, to create, to improve, to strengthen our taqwa, is the remedy for the sickness of your hearts. Do we have sickness in our hearts? Definitely we do. And the sight for the blindness of your hearts, and the cure for the sickness of your bodies, and the correction of the corruption of your chests, and the purification for the pollution of yourselves, and the unveiling of the blurriness of your eyes. And Luqman, and this is a very good advice, especially for our youth, and even the fathers they're supposed to always advise their kids like this. He said to his son, O my son, sit in the company of scholars so much that your knee touch theirs. For Allah Almighty revives the hearts with the light of wisdom like the earth is revived with rain from sky. And from Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, what did he say? He said, when a person complained to him about the hardness of his heart, and this is nice, brothers and sisters, we need to come to the scholar, to the alim, and ask him, why am I having this? Why am I not crying when I listen to some of the Quran recitation? This is very effective. Why am I not feeling humble when I pray? So what the Prophet said? The Prophet said, when that person complained about the hardness of his heart, said, if you want your heart to soften, feed the needy and stroke the head of orphans. Feed the needy. One of the purposes, brothers and sisters, that when you feel hungry, and then you feel what other people, you know, feel. This Canadian minister, that he fasted last month, and he is fasting this month. And he said, I didn't feel what other people felt, especially when he felt that he is hungry for more than 10 hours, he didn't eat anything. And the funny thing that when you ask some of the converts, what is the most difficult thing for you when you converted to Islam, they will say it is fasting, because we used to put things in our mouths. Always it is open, and they will put things in their mouths. But when you will be restrained, refrained from doing this,
You will feel this kind of feeling that many thousands or millions of people, they are going to feel. So this is what the Prophet said, feed the needy ones. So you will feel this kind of softness, closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. And when you see an orphan, try to put your hand on his head. Okay? And let him feel this kind of love and support. And one of the nice sayings when someone has been asked, من أسعد الناس? He said, من أسعد الناس. Someone has been asked, who is the most pleased person, happiest person? The answer came, the one who makes others happy. So if you have something, give it to others. Make others share with what you got. This is very, very important, especially in this month, brothers and sisters. And alhamdulillah, this year we have seen many good activities to show the importance of the month of Ramadan. And many signs in Minnesota, for example, Ramadan Mubarak, and also they explained what is the meaning of Mubarak. And they are trying to greet like their fellow Muslims, citizens, like, you know, or neighbors with this kind of a greeting. This is very, very important and nice. It's a good idea for the youth also if they can invite some of their friends to experience the month of Ramadan. And maybe they can encourage them to fast for maybe a couple of days and see what kind of influence that they will get. This is very, very important, brothers and sisters. Always not just to feel shy of your religion or faith. Try to express what you have, what goodness we have. When Allah subhanahu wa ta'ala says, La ikraha fi al-deen, there is no compulsion in religion, because this is very beautiful thing that Allah subhanahu wa ta'ala gave to us. But what we need is to remove all these obstacles or veils and show the beauty of our religion. So it is your duty right now. And also we are not supposed to forget our fellow brothers and sisters who are fighting ISIS and suffering all these massacres of car bombing and suicide bombers everywhere, especially in Iraq. We need to remember them in our dua, to support the fighters, and inshallah we are going to get the victory over ISIS very soon, inshallah. And we need to remember their orphans and those who are in needy situation by our dua and by our real support. And always, brothers and sisters, keep in your mind that a good mu'min, خَيْرُ النَّاسِ مَنْ نَفَعَ النَّاسِ, the best amongst yourself is the best for others, by any mean, even by dua. And don't underestimate dua. Dua is a powerful weapon that we can use for ourselves and for others. So brothers and sisters, we hope that we all, inshallah, will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. And our fasting, our deeds, our recitation of Quran will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala always to support Islam and Muslims and to defeat the enemies of Islam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala always to guide us to the right stance in our lives and to give us enough awareness and insight to be guided to the right path and decisions in our lives. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give a speedy recovery for those who are sick or in need of situation. And at the end, we thank Allah subhanahu wa ta'ala to all of His grace and all of His provision that we got in our lives. أخواني وأخواتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته وأن يجنبنا معاصيه وأن يرحمنا برحمته الواسعة إنه سميع مجيب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واغلب الكفر والمنافقين. اللهم سدد خطى ورمية إخواننا المجاهدين الذين يواجهون الطغيان والإرهاب في كل مكان. اللهم
اللهم وفقهم وسددهم وارحم امواتنا وامواتكم جميعا ان شاء الله. نسال الله يتقبل منكم ومنا في هذا الشهر المبارك انه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا.